نعمل ايه النهارده؟ هي صينيه الرز باللحمه المفرومه. انا بقى عندي رز كده من امبارح او في الثلاجه، او هسوي له كوبايتين رز مخصوص. بص، كميه كويسه كده زي دي، وهنعمل جنبها شوربه البسله دي عشان الاثنين بساط جدا. صينيه اللحمه دي عباره عن ايه؟ كوبايتين رز بسويهم عادي خالص، يا اما اذا كانوا عندك من امبارح حبه كويسين. هناخد مثلا ربع كيلو لحمه او اكتر شويه، ده يرجع لك انت زي ما انت عايزه. شويه نعناع ناشف، شويه قرفه وجنزبيل، اتنين بيضه، ملح وفلفل بس. نعمل صينيه كفته، تسمى كفته، محترمه جدا. الحاجات دي برضو في العزايم بتبقى حلوه قوي، يعني ما تعملي حاجه زي كده بدل مثلا ما هنعمل نص كيلو كفته فيبقى حاجه صغنونه قد كده شكلها مش قوي، لا، انما ممكن نعمل الصينيه دي ترمي معانا كميه كويسه، هترمي معانا طبق محترم يعني. خلاص، هنيجي بقى هنا، هحط اللحمه المفرومه زي ما قلت لك ربع كيلو نص كيلو زي ما انت عايزه، اقل اكتر اللي انت عايزاه، بس احنا انا عاملاها كتبقى حاجه اقتصاديه، فهو ربع كيلو حلو جدا. عليه شويه نعناع ناشف كده يدي ريحه حلوه، عليه قرفه وجنزبيل، عليه شويه ملح وفلفل، اسويها حلو قوي ادخلها الفرن بس تستوي على كده. بس انا بس هديها ايه من فوق كمان، مسحه سمنه من فوق كمان.